من أقول شنو سلقيت كيل من إذاشا أقول اليوم شربي ورثولي وضجت لي صدفاشا إن ربي غاس انت والغاي شاليك حدي في الفاطنية أهل السودو الغذاق حسن. السلام عليكم اصدقاء ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيه. كي داير الاجواء عندكم؟ كي داير المعاشي الشمسيك؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم الاصدقاء ديالي. ما تخلوش الجيم بهذه وخاكك ما فيهاش بزاف. واه لا، فاش تاكليها من الشجره احسن من فاش تشري الكيلو. هذيك تشري ما تعرفي، انا مداويه، انا ما مداويه شنا ما بحال دايره، ما فيها انا الدواء انا وان. واه نتوما الاصدقاء ديالي، غادي يقول لي شي وحدين كتاكلي التوت بلا ما تغسليه. هانتوما شوفوا، راه داروه في المجهر، وهانتوما شوفوا بعينيكم بان لقوا بان التوت راه ما فيه حتى شي حاجه. يعني سبحان الله، كتاكلوا من الشجره نظيف، هانتوما ما فيه حتى شي حاجه. يعني ردوا البال غير الا كانت الرتيله راه كتكون باينه هاكا لاصقه فوق ولا شي حاجه، اما الا كان تيبان لكم تيبري بحال الشكل اللي انا كلتو راه ما تخافوا حتى شي حاجه. ها نتوما شفتوا في المجهر ما فيه حتى حاجه، نقي سبحان الله. هذا مكان الاصدقاء ديالي، مشى المحطه ديال لاحظ يقول لك علاش كليتي التوت بلا ما تغسليه. انا درت لكم هذا الفيديو صغير غير باش تشوفوا بانه راه داروه تحت المجهر لقاوه بانه مزيان. بقاو معايا اصدقاء ديالي الى نهايه الفيديو، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. تبارك الله، هو فيه الفوائد بزاف هذا. زوين، نمشي عاد توضى راه. والله يتقبل، والله يتقبل. اصدقاء ديالي، حنا تناكلو التوت، حقكم في الجنه. عرفتي المذاق ديالو صراحة زوين وبنين. كان جا مع رمضان ما كناش كليناه، ولكن كيف ما قلت لكم عرفتي كتاكلوه من الشجرة تيكون بنين 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 سبحان الله. المهم انا لقيت هنا غير شي شوية وصافي على ما نبدا العمل ديالي مع الابقار ديالي والموضوع ديالنا. كنتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا بلايك. طبعا الى عجبكم الفيديو بقاو معايا حتى الاخير، شوفوا البقع ديالي. توتية التوت حقكم في الجنة. حتى الأم ديالي صراحة كتحماق على التوت. المهم المي حقك في الجنة، حقك ديال التوت في الجنة. تجي إن شاء الله ونجيبو ليك. المشاهدين ديالي الأعزاء، كنهدي لكم كاملكم التوت اللي كاينين داخل الوطن وخارج الوطن، ها حقكم ديال التوت. هو تبارك الله، شوف كيفاش داير زوين. غنمشيو دابا عند الكيراس ديالنا راهم باش نبداو العمل ديالنا. بقاو معايا حتى الاخير. ايوا صافي، نسجلوا الارقام ديالهم ونشوفوا شحال عاطين الحليب، وطبعا العمل ديالنا كما العاده وصافي. ونهضروا على واحد الموضوع اليوم اللي غادي نهضر عليه، هو التكلفه ديال الحليب شحال باش كتقام. صراحه موضوع مهم اللي كنت بغيت نهضر عليه شحال هادي. الحليب شحال كيتقام على الفلاح صراحة، الثمن طالع بزاف، راه الدوبل باش كيتباع الحليب. هانتوما كيف ما كتشوفوا الأصدقاء ديالي، تبارك الله الكراج ديالنا كيتسناو غير الوقيته ديال الحليب باش يبداو الحليب. هانتوما إن شاء الله شوفوا واش ياكلو الكراج. السلام، شوفوا واش ياكلو، راه الشعير الشعير ماشي الشعير، هذا القمح نيت حشوه ليهم قبل الوقيته وقيلا مهيلا السبوله ما بيناش فيهم، ولكن خاص نقول انا الشعير. ايه الشعير، انتوما الشعير، عرفتي الفوائد ديال الشعير شحال زوينه. شوف الكيره، شوف ما شاء الله كيراتي زويناتي حبيباتي غزالاتي. اهلا، عرفتي راه بحال عاطينهم دابا اللوز و الفيستاج و الاكاجو. هو هاد الشعير هذا، عرفتي تبارك الله راه
غني بسميتو بالانرجي فيه الطاقه بزاف بزاف ديال البروتينات، راكم عارفين الفوائد ديال الشعير. كيرات زوينات، هذا مكان. وهادو الكتاكيت طبعا، الفريخات الصغار ديالنا ما تخافش تخافش ما تخافوش العائلات، نتوما تشوفوا الماء ديالهم. نتوما كفكره بالنسبه لي ما كيلقاش فين يدير الماء، بحال هاد الجفنه ديال الدوش راه تتصلح انكم ديروا فيها الماء. كاينه بلاصه اللي كتخوي منها الا توسخ، وتنقى عاوتاني تعمروا من جديد. راهم كما كتشوفوا هادو العجولات الصغار، تبارك الله ما شاء الله الديماراج ديالهم، هذا الديماراج ديالهم اللي تياكلوا. هانتوما شوفوا الارضيه ديال التبن نقيه، عندهم الفصاله يابسه، يعني احسن اكل عندهم هو هذا. مزيانش ياكلوا فصه خضراء ولا راه كدير لهم لاسيديتي ولي غاز. بالنسبه للعجله الصغار ما مزياناش لهم الفصه نهائيا. هانتوما تبارك الله جايين زوينين، راه باقيين صغارين ما شاء الله، يا ربي الله يحفظهم. احسن حاجه باش تهلا في العجله ديالك دائما بالديماراج، والماء يكون نقي والفصة تكون يابسة ماشي خضراء. عمركم ما تعطيو فصة خضراء للعجولة ديالكم، راه كدير ليهم سميتو كدير ليهم لوجع في الكرش ديالهم، كيتوجعو هما صغار ما تيقدروش على الفصة خضراء. ممنوع منعا كليا للعجولة الصغار تعطاهم فصة خضراء. الا بغيتو العجولة ديالكم الصغار يطلعو مزيان، عطاهم فصة اللي هي بيتها في الشمس يعني كرمات، ومن الافضل تكون بال. الا بغيتوا العجوله يطلعوا لكم مخيرين، هذه افضل نصيحه اللي نقدر نعطيكم بالنسبه للعجوله بالفصه خضراء. دائما اعتمدوا على الديماراج وعلى الفصه اللي هي يابسه وعلى التبن والماء، هذا هو افضل حاجه للعجوله ديالنا قبل خلاص الحليب. راكم عارفين كنبداو الحليب عاد كندخل لهم الديماراج بعد 15 يوم، والفصه كذلك بعد 15 يوم تنخليوها لهم من تما تيتعلموا الاكل ديالهم. كيف ما كتلاحظوا هنايا الاصدقاء ديالي الاعزاء، هنايا وصلت المرحله ديال الحليب كلها بقرة. هاد التقنيه اللي داير الفلاح هذا، ولا بقرة كيربطها في بلاصه وحدها وكيعطيها الاكل ديالها بوحدها في الكلوبيته ديال الحليب، هي كترخى مع الاكل في نفس الوقت كتحلب. هنا كيعطيوها كل بقرة كتعطيها الماكلة ديالها حسب الحليب اللي كتعطي، يعني البقرة كتعطي بزاف ديال الحليب بطبيعة الحال، كيعطيهم بزاف ديال تزيد ليهم بطاقة تزيد ديال العلف. والبقرة اللي هي قريبة تبرز أو لا بزاف الحليب كذلك تيعطيوها الماكلة ديالها على حسب داكشي اللي كتعطي كل بقرة وشحال كتعطي. هادشي اللي كاين، وهادي أحسن حاجة وأحسن طريقة للبقرة باش كل وحدة كتعرف على حبيبتها وشحال كتاكل وشحال كتعطيك وشحال كتعطيك، وباش ما تضيعش فيها العلف بحال هادوك البقرات اللي ما كيعطيوناش الحليب بزاف، علاش ما غادي نضيعو فيهم العلف تياكلو وما تعطيوناش الحليب، يعني كتعطيك. وديك الماكله اللي كتكون عشوائيه كتعطي البقره كامل ماكله وحده، ما كتعرفش الحليب شحال هادي من هادي، وكاين البقرات اللي كيغلبوا على بعضياتهم، وحده كتاكل بزاف وحده كتاكل شويه، وكتلقى بعض النوبات ما كتعطيش الحليب بزاف كتاكل اكثر من هذيك اللي كتعطي الحليب. وفي هذه الحاله كتكون نتايا ضيعتي ديك البقره مسكينه، وكتعرض بزاف ديال المشاكل، كتمرض او كتنقص الحليب وكذا بزاف ديال الحليب اللي ما كتعرفش منين المشكل. لهذا افضل طريقه هي انك تعزل كل بقره تعطيها الماكله ديالها، او لك دائما قد تراقب الحليب باش تعرف كل بقره شحال كتعطيك، باش كل بقره تعطيها على حسب داكشي اللي كتعطيك. هذا مكان اصدقائي الاعزاء.
الاعزاء وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، والى اللقاء. كنحبكم بزاف، مع السلامه. الى